السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن Multi Wavelength Linear Regression Analysis، ودي عبارة عن طريقة بنعمل بيها Spectrophotometric Determination ل Two Components in a Binary Mixture. أخدنا قبل كده طريقة Verort Method اللي كنا بنحل فيها Two Simultaneous Equations عشان نعين Binary Mixture. هنعرف إيه ميزة Multi Wavelength Linear Regression Analysis أو MLRA، وإزاي ممكن نستخدمها في الحالات اللي ما ينفعش نستخدم فيها Verort Method. نفترض إن عندنا Binary Mixture فيه Two Components X و Y، السبيكترم الأحمر بتاع ال X والأزرق بتاع ال Y، واضح إن فيه Two Way Overlap، يعني كل واحد بيمتص عند Lambda Max بتاع التاني. في Verort Method كنا بنقيس الميكشر عند لامدا واحد ولامدا اتنين، ونعوض في المعادلتين عند التو ويف لينث عند لامدا واحد وعند لامدا اتنين، وبيكون عندنا أربعة مولر أبزوربتيفيتيز اللي هما إبسلون إكس أت لامدا وان، إبسلون إكس أت لامدا تو، إبسلون واي أت لامدا وان، إبسلون واي أت لامدا تو، ونحسب سي إكس وسي واي بحل المعادلتين مع بعض. مشكلة Verort Method عشان أطبقها إن لازم يكون الـ Two Spectra slightly overlapped، يعني عند لامدا 1 الأبزوربانس بتاع الـ X كبيرة والأبزوربانس بتاع الـ Y صغيرة، وكذلك عند لامدا 2 الأبزوربانس بتاع الـ Y كبيرة والأبزوربانس بتاع الـ X صغيرة. ممكن نكتبها بالطريقة دي: إبسلون X at لامدا 1 أكبر من إبسلون Y at لامدا 1، وإبسلون Y at لامدا 2 أكبر من إبسلون إكس أت لامدا 2. ده هيبان في المثال التالي. كنا بنعين باينري ميكشر من فرك وكبر عن طريق إن إحنا بنفعلهم مع ريجنت ينتج عنه colored complexes. واضح من قيم المولر أبزوربتيفيتيز إن عنده 550 نانومتر الفرك كومبلكس بيمتص عالي قوي، والكبر كومبلكس امتصاصه ضعيف، وعند 396 نانومتر الكبر كومبلكس بيمتص عالي والفرق كومبلكس امتصاصه ضعيف. وبالتالي في الحالة دي أقدر أطبق Verort Method. في حالات تانية بيبقى فيها Severe Overlap بين التو سبيكترا، يعني قيم الإبسلون للإكس والواي بتكون قريبة جدا لبعضها. في الحالة دي ما ينفعش نستخدم Verort Method، ولازم نستخدم طريقة تانية زي Multi Wavelength Linear Regression Analysis. ايه بقى البرينسيبال بتاع مالتي ويف لينث لينير ريجريشن اناليسز؟ احنا عندنا الميكشر اللي عايز اعمل له اناليسز عشان اعرف تركيز الاكس والواي فيه سي اكس وسي واي. هنحضر ستاندرد اكس سوليوشن تركيزه معروف، هنسميه سي اس اكس، يعني تركيز ستاندرد اكس، وهنحضر ستاندرد واي سوليوشن تركيزه برضو معروف سي اس واي. هنعمل ايه بقى بالتلاتة سوليوشنز دول؟ هنقيس لهم الأبزوربانس ونعوض في بير لامبرت لو لكل سوليوشن. نبدأ بالستاندرد إكس. الأبزوربانس بتاع الستاندرد إكس بتساوي إبسلون إكس في بي سي إس إكس، ونجيب إبسلون إكس في طرف لوحدها، إبسلون إكس بتساوي أي إس إكس على بي سي إس إكس، ونعمل نفس الكلام في الستاندرد واي، وبعدين نقسم معادلة إبسلون واي على معادلة إبسلون إكس. يبقى إبسلون واي على إبسلون إكس بتساوي أي إس واي على أي إس إكس مضروبة في سي إس إكس على سي إس واي. نروح بقى للميكشر. الأبزوربانس بتاع الميكشر بتساوي إبسلون إكس في بي سي إكس زائد إبسلون واي في بي سي واي. هنقسم معادلة الميكشر على معادلة الستاندرد إكس، ونختصر الحاجات اللي تروح مع بعضها، هتطلع المعادلة دي. هنشيل الريشو إبسلون واي على إبسلون إكس ونعوض بالقيمة اللي كنا حسبناها من شوية، هتطلع المعادلة دي. نشيل سي إس إكس مع سي إس إكس، هيطلع لنا المعادلة النهائية اللي هنستخدمها عشان نعين تركيز الإكس والواي في الميكشر. اللي بيميز طريقة المالتي ويف لينث لينير ريجريشن أناليسز إن إحنا بنقيس الأبزوربانس عند خمسة ويف لينثس، ومن هنا جه اسم مالتي ويف لينث، يعني هناخد من السبكتروفوتومتر خمس قرايات أبزوربانس لكل سوليوشن. الميكشر هنقيسه عند الخمسة ويف لينثس، والستاندرد إكس هنقيسه عند نفس الخمسة ويف لينثس، وكذلك الستاندرد واي.
خلينا نشوف ايه اللي هيتغير في المعادلة وايه اللي هيفضل كونستانت مع تغيير الويف لينث. طبعا الابزوربنس بتختلف باختلاف الويف لينث، وبالتالي AMX على ASX هتتغير، ونفس الكلام بالنسبة ل ASY على ASX. انما التركيزات هتفضل ثابتة مش هتتغير بتغيير اللمدة، وبالتالي CX على CSX هتبقى كونستانت، وCY على CSY برضو كونستانت. هنلاحظ ان دي علاقة خط مستقيم، ومن هنا جه اسم linear regression. هنرسم الريشيو AMX على ASX على الواي اكسس، وASY على ASX على الاكس اكسس، ونحط الخمس نقط ونوصلهم بخط مستقيم. نحسب السلوب اللي بيساوي CY على CSY، ولأن CSY معلوم ممكن من السلوب نطلع CY، ومن الانترسبت اللي بيساوي CX على CSX ممكن نحسب CX لأن CSX معلوم، وبكده يبقى عرفنا تركيز الX والY في المكشر. هنطبق على مثال عملي عشان الموضوع يوضح أكتر. عندنا باينري ميكشر فيه بيرمنجانيت ودايكروميت. حضرنا ستاندرد بيرمنجانيت تركيزه 0.1 ملي مولر، وده CSX، وستاندرد دايكروميت سوليوشن تركيزه 0.1 ملي مولر، وده CSY. وبعدين قسنا الثلاثة سوليوشنز الميكشر والستاندرد بيرمنجانيت والستاندرد دايكروميت عند خمسة ويف لينث، اللي هم 266 نانومتر، 288 نانومتر، 320 نانومتر، 350 نانومتر، 380 نانومتر. ودي كانت النتائج. هنقسم الابزوربانس بتاع الستاندرد دايكروميت على الابزوربانس بتاع الستاندرد بيرمنجانيت، يعني هنقسم 41 من 100 على 42 من 1000 يطلع 9.76 من 100، 28 من 100 على 8 من 100 يطلع 3.45 من 100 وهكذا. وبعدين نقسم الابزوربانس بتاع الميكشر على الابزوربانس بتاع الستاندرد بيرمنجانيت، يعني 766 من 1000 على 42 من 1000 يطلع 18.238 من 1000، 57 من 100 على 82 من 1000 يطلع 6.96 من 100 وهكذا. بعد كده نرسم جراف عبارة عن الخانة دي على الـ X-axis والخانة دي على الـ Y-axis. نحط الخمس نقط ونوصل الخط المستقيم. نشوف الواي انترسبت بتاع الخط كام. في المثال بتاعنا طلع 8 من 10. نضربه في CSX اللي هو تركيز ستاندرد بيرمنجانيت 0.1 ملي مولر، يطلع تركيز البيرمنجانيت في الميكشر 8 من 100 ملي مولر. ونحسب السلوب للخط، طلع تقريبا 1.8 من 10. نضربه في تركيز CSY اللي هو تركيز ستاندرد دايكروميت 0.1 ملي مولر، يطلع تركيز الدايكروميت في الميكشر 18 من 100 ملي مولر. وبكده نكون عرفنا طريقة المالتي ويف لينث لينير ريجريشن أناليسيز، وإزاي نستخدمها في الأناليسيز بتاع الباينري ميكشرز. متشكر جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.